سائل يقول: اشترينا مطعما قبل سنوات، وقد أخبرنا صاحبه الأول أن الاسم له علاقة أن اسم المطعم له علاقة بضريح في إحدى الدول الإسلامية، وهذا يستلزم تعظيم القبور والأضرحة، والناس يربطونه بالمزار والضريح، فما نصيحتكم لنا؟ وهل نأثم إذا أبقينا اسم المطعم؟ وش اسم المطعم؟ بينوا لنا حتى نشوف. سند شهبار. ها؟ سند شهبار. سند شهبار. شهبار؟ نعم. إذا كان معناه أنه شرك، معناه شرك، فلا يجوز هذا. نعم.